عودة كرة القدم، البريمير ليج بيعود من جديد وخلاص، احنا على بعد يومين والبريمير ليج يبدأ على طول، حكم ان انا بصور يعني الحلقة دي من الاربع، فبالتالي قدامي يومين والبريمير ليج يبدأ. فجايين في حلقة النهاردة هنتكلم عن اول 8 فرق في الترتيب بتوع الموسم اللي فات، اللي هم السيتي وارسنال وليفربول واستون فيلا وتوتنهام ويونايتد ونيوكاسل وتوتنهام وتشيلسي. يعني نتكلم في كل حاجه عن اول 8 فرق في الدوري الانجليزي، عملوا ايه الموسم اللي فات، هيعملوا ايه الموسم ده، داخلين الموسم ده ازاي. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده عن عوده البريمير ليج. فقبل ما نخش في اي حاجه، انزل اعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس. معاكم مصطفى ودي اول التحليل، ويلا بينا نبدأ. حطني رقم واحد في الانقاصيه. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من القهوه، والنهارده هنتكلم عن البريمير ليج. بريمير ليج خلص الموسم اللي فات بشكل دراماتيكي، السيتي بعد ما كان ارسنال وليفربول هما اللي بيتنافسوا، السيتي بيرجع من الاخر او بيجي في الاخر يعني، وبياخد الدوري على حساب ارسنال وعلى حساب ليفربول، وكانت منافسه مشتعله ما بين الثلاثي لحد مثلا اخر 5 جولات بعد ما بين الاثنين، بين ارسنال وبين سيتي. فتعالين نتكلم النهارده، الفرقه دي عملت ايه الموسم اللي فات وهتعمل ايه الموسم اللي جاي، وتوقعاتنا للثمانيه الاوائل وبطل الدوري. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. هنبدا طبعا بالبعبع حامل اللقب والفريق نمبر 1 في البريمير ليج، واخد 4 القاب ورا بعض، فريق مش حدش عارف يوقفه. ليفربول بس خطفت منه دوري كده في غفله من بيب جوارديولا، وقدر ليفربول ياخد منه الدوري. ولكن مانشستر سيتي الموسم اللي فات كان بادئ الموسم عمل 4 صفقات، جاب كوفازيتش، جاب ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون، جاب جافارديول 100 مليون يورو من لايبزيج، وجاب جيرامي دوكو. فجاب 4 صفقات بس دخل بيهم الموسم، وجاب النواقص اللي كانت عنده، اللي هو انا عايز جافارديول لاعب بيلعب قلب دفاع ولاعب بيلعب باك ليفت، عايز ماتيوس نونيز لاعب بيلعب 6 ولاعب بيلعب 8، كوفازيتش كذلك، عند دوكو عايز لاعب مختلف على الوينجات. فبدا الموسم بلاعبين كويسين، وبدا الموسم بشكل كويس. المشكله بتاعت بيب جوارديولا الموسم اللي فات ان هي، او ان هو بيب جوارديولا قرر ان هو يعتمد على 15 16 لاعب بس طول الموسم. هو بتشوف جوارديولا بيعمل روتيشن وبتاع، بس هو معتمد على 15 16 لاعب طول الموسم. فبالتالي ان اللعيبه اللي انت مستنزفها دي طول الموسم بتيجي معاك اخر الموسم بتضعف، بتيجي معاك اخر الموسم مش بتبقى على قد المسؤوليه، بتيجي معاك في اخر الموسم بتلاقيها بتعجز معاك، سواء في دوري الابطال او في سواء في البريمير ليج. وده شفناه في دوري الابطال ضد ريال مدريد، الدنيا بتشحر معاك وبتخرج من دور الثمانيه، وبعد كده بتيجي الدوري بتبقى منافسه، والفكره اللي انت خدت الدوري في الاخر مش يعني هو بيب جوارديولا عمل موسم كبير وعمل موسم ضخم وعمل كل حاجه في الكوره الموسم اللي فات، خد الدوري وكل حاجه، ولكن برضه المنافسين بتوعك هما اللي وقع نقط. ليفربول في اسبوع بوظ كل شيء، ارسنال في اسبوع بوظ كل شيء. فبالتالي انت لما ده بوظ كل شيء وده بوظ كل شيء، انت رجعت من تاني تربعت على اللقب وتربعت على الصداره. طب الموسم اللي فات انت وقعت في المشكله دي، بيب جوارديولا هيعمل ايه الموسم ده؟ بيب جوارديولا بدا الموسم ده بدون صفقات، اللهم سافينيو اللي جابه اللي هو وينج رايت، الواد جابه كده عيل برازيلي كده صغير كان بيلعب في جيرونا الموسم اللي فات، عمل موسم كويس جدا في الليجا، وبيقدر يلعب بادوار مختلفه، مش الوينج التقليدي اللي هو اللي انا على الخط اللي هجري وهرفع، او الوينج لا هو وينج مهاري، وينج ذكي. سافينيو ممكن تشوفه هو الوينج الاساسي لبيب جوارديولا طول الموسم، ممكن ما تلاقوش اصلا طول الموسم. بيب جوارديولا ما صلحش من غلطه ان هو يبقى معتمد على 15 16 لاعب بس طول الموسم، لا ده كمان بيخرج لعيبه من عنده. انت بعد ما جبت سافينيو وانت خلاص ماشي اعتمد يا عم على 15 16 لاعب، وخدت الدوري بالطريقه دي، طالما عملتها مره هقدر اعملها تاني، ولكن انت كمان الموسم ده بتخرج لعيبه، خرجت جوليان الفاريز. جوليان الفاريز الموسم اللي فات قدر يغطي لك مكان دي بروين، دي بروين اتغاب تقريبا 3/4 الموسم، فجوليان الفاريز هو اللي كان بيلعب مكان دي بروين تحت على طول هالاند، وادي موسم ممتاز جدا جوليان الفاريز. فضحيت بيه بمبلغ كبير جدا 95 مليون، ما تعرفش في الايام اللي جايه هل بيب جوارديولا بيفكر في مهاجم تاني بديل لالفاريز، ممكن تلاقيه بيخش في اوسيمان، ممكن تلاقيه بيخش في مهاجم تاني، ممكن ما يجيبش حد اصلا، وتلاقي بيب جوارديولا في الاخر داخل الموسم بالسكواد ده وبيلعب بالطريقه دي. فبالتالي انت هتيجي في اخر الموسم ممكن تقع، لان منافسيك الناحيه الثانيه بيدعموا كويس، ومنافسيك الناحيه الثانيه بيعملوا فريق كويس وبيجيبوا النواقص اللي احنا هنجي لهم شويه كده. لكن مانشستر سيتي انا شايف ان الموسم اللي فات اتصعبت عليك اكتر، يعني ال الطريقه اللي انت بتلعب بيها حاجه غير، بتفكرني بجروس مع الزمالك في 2019، كان بيعتمد برضه على 15 16 لاعب، وفي اخر الموسم
الموسم الدوري ضاع منه وقدر ياخد الكونفدراليه بس، وده نفس اللي حصل مع بيب جوارديولا، جيب اخر الموسم من تشامبيونز ليج ضاع منه، الكاسات ضاعت منه وما قدرش ياخد غير الدوري بس، وكمان ده في اول الدوري خسر الكوميونيتي شيلد من ارسنال، بدا الدوري بخساره من الكوميونيتي شيلد، بعد كده خد السوبر الاوروبي، بعد كده بدا الموسم مش افضل شيء. فبيب جوارديولا هل يقدر يعمل نفس اللي عمله الموسم اللي فات؟ انا شايف ان هيبقى في صعوبه الموسم ده، لان المنافسين بتوعك هم كمان شافوا نواقصهم، والمنافسين بتوعك كمان عملوا موسم صفقات كويس. طب هتقول لي طب بيب جوارديولا وقع في ماتشات ايه مثلا الموسم اللي فات؟ انت بتقول لي الاجهاد او ان هو بيلعب بزون معين او عدد لعيبه معينه بس طول الموسم، فالموسم واتضرب منه او ممكن يضيع منه. الموسم اللي فات شفنا ماتشات كتير جدا منه بتقع، بيتعادل مع تشيلسي 4-4 في الستامفورد بريدج، شفنا ان هو بيخسر من ارسنال رايح جاي او رايح بس، خسر ماتش وتعادل ماتش، ليفربول بيقدر يتعادل معاه في الاتحاد، بتشوف ماتشات كتير بيقع منها سيتي نقط غير مفهومه. لان ليه؟ لان جوارديولا بيعتمد على 15 لاعب. بتقول لي يا عم انت بتقول اي كلام، بيب جوارديولا لو بيعتمد على 2 لعيبه يقدر ياخد الدوري، هقول لك اه كلامك صح، ولكن انا من وجهه نظري الموسم ده هنشوف سيتي مختلف، هنشوف سيتي اسوأ، سيتي مش قادر يواكب، سيتي اه هيبقى السيتي مدمر، ولكن في اخر الموسم ممكن تلاقي مفاجاه وتلاقي سيتي خارج بموسم صفري مثلا، او ما ياخدش غير بطوله مثلا كاس بقى ولا حاجه طول الموسم. لكن انا شايف ان سيتي بالطريقه اللي هيلعب بيها دي بتاعت الموسم اللي فات هيلعب بيها تاني الموسم ده، فانا شايف ان سيتي مش هيقدر ياخد الدوري الموسم. سيب التوقعات لاخر الحلقه وتعالى نخش على الفريق التاني. نيجي للفريق البطل اللي بدون بطوله، الفريق اللي كل عنصر فيه هو بطل، ارسنال. ارسنال تحت قياده ارتيتا موسم بعد موسم بيبني جيل افضل، موسم بعد موسم بيعمل فريق افضل. الموسم اللي فات بدا الموسم بصفقات هي صفقات كانت نواقص عند ارسنال، قدر يجيب تيمبر اللاعب اللي بيلعب قلب دفاع وبيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال، قدر يجيب ديكلان رايس اللاعب نمره 6 المدمر اللي دفع فيه 115 مليون استرليني، ولاعب من وجهه نظري هو افضل لاعب لارسنال الموسم اللي فات. فديكلان رايس صفقه الموسم من وجهه نظري، جاب كاي هافرتز ومن قبلهم جاب ديفيد رايا كحارس مرمى على مستوى الاعاره وخلاص خلاص السيف دون، فبالتالي دخل الموسم برضو باربع صفقات، رايا تيمبر ديكلان رايس وكاي هافرتز. ولكن الفرق بين بيب جوارديولا وارسنال ان ارسنال عنده خيارات كتيره وبيغير كتير، مش معتمد على 14 15 لاعب بس، لا ده معتمد على السكواد كله، بتشوف فابيو فييرا وبتشوف نيلسون وبتشوف نيكيتيا وبتشوف لعيبه كتير قوي، بتشوف زي تومايوسو وكيفيور، بتشوف لاعبين كتير بيخشوا منظومه ارسنال، وبتشوف لعيبه كتير بتلعب مع ارسنال، فبالتالي ارسنال قدر يبقى منافس طول الموسم. هو اه خرج من دوري الابطال بفضل الخبرات اللي ما كانتش عنده، خرج من دور الثمانيه ضد بايرن ميونخ وكان ممكن يروح لبعيد، وكمان في الدوري انت كنت بتفضل يعني فضل ينافس مع السيتي لحد اخر ماتش، لحد اخر ماتش. الموسم اللي قبل اللي فات كان ما كانش متوقع ان ارسنال هيبقى منافس على الدوري، ونافس وخسر في اخر الامطار، لكن الموسم اللي فات خسر في اخر يوم. فهل ارسنال يقدر يكسب الموسم ده؟ هقول لك اه، لان الموسم اللي فات ارسنال بدا الموسم فوز بكوميونيتي شيلد على حساب سيتي بماتش مميز جدا، قدرت تكسب بضربات الجزاء. بعد كده دخلت على الموسم بتاعك، بدات الموسم كويس، ولكن ارتيتا الموسم اللي فات حصل له صداع في دماغه نوعا ما في اول 20 دقيقه من بدايه الدوري ضد فولهام. ضد فولهام اول 20 دقيقه تيمبر بيسقط على الارض بيخرج من الملعب، بعد المباراه بنعرف ان تيمبر جاله رباط صليبي ومش هيبقى موجود الموسم ده خالص مع ميكيل ارتيتا. طب ارتيتا هيعمل ايه؟ لا حل حلول تانية كتير، بس ما قدرش يواجب صفقات، قرر ان هو يلعب شويه بتومايوسو شويه بكوفيور شويه بزيتشينكو لحد ما تيمبر يرجع له. طب الموسم اللي فات عمل كده وتيمبر غاب منه فجل الاصابات، طب الموسم ده عمل ايه؟ راح جاب لك كالافيوري، راح جاب كالافيوري، كالافيوري راح جابه من بولونيا، علشان كالافيوري يبقى باك ليفت قلب دفاع مميز جدا، شفناه مع ايطاليا، وانا بصراحه شايف كالافيوري ده المدافع الكذاب. تقول لي المدافع الكذاب ازاي؟ اقول لك المدافع الكذاب المدافع او اللاعب اللي يمسك الكره في رجله وتلاقيه مثلا بيبص ان هو يلعب كره طويله ناحيه اليمين وفجاه يلعبها لك ناحيه الشمال، بيبص ان هو يلعبها للاعب وسط اللي جنبه يقوم رقص ومعدي. لاعب مميز ولاعب هيفيد منظومه ارسنال بكل تاكيد. واللي عجبني في ميكيل ارتيتا ان هو بيجيب صفقات اللي هو عايزها او الصفقات الناقصة عنده. الفريق البطل، الفريق البطل بيبقى بحارس بطل ومدافعين ابطال، وده اللي عمله ميكيل ارتيتا بعد ما غير طقم الدفاع كله وجاب مدافعين جداد، بين وايت، عندك ساليبا، جابرييل، كيفيور، تومايوسو، زيتشينكو، تيمبر، وكمان
كالافيوري عنده 8 مدافعين يقدر يبدل بين المدافعين دي طول الموسم عادي جدا، حتى لو في اصابات، حتى لو في ايقافات، حتى لو في اي شيء، اللعيبه اللي عنده عمق السكواد اللي موجود في منطقه الدفاع بالاخص بتقدر تخليه عنده خيارات كتيره جدا جدا جدا، مش لكل ماتش بس، قصدي مش للموسم بس، ده لكل ماتش، لكل ماتش عنده خيارات مختلفه. ابدا بتمبر، لا ابدا بكالافيوري، ابدا بجابريل وساليبا وكالافيوري باك ليفت، ولا ابدا بكالافيوري قلب دفاع وتمبر باك ليفت وبن وايت باك يمين، وقعد جابريل جنب على الدكه. خيارات كتيره لميكيل ارتيتا في بدايه الموسم. هنشوف، انا متحمس جدا جدا لارسنال الموسم ده، غير بقى على مستوى نص الملعب وعلى مستوى الهجوم، ولكن انا شايف ان ارسنال ناقصه حاجه واحده بس عشان يقدر ياخد الدوري، وهي المهاجم. ناقصك مهاجم يخلص الموسم، مهاجم يجيب لك 25 30 جون في الموسم، ده اللي محتاجه ارسنال. مش هتاخد الدوري ولا بكاي هافرتس ولا بخيسوس، اللعبة دي بتضيع كتير، اللعبة دي مش مستمره، ما عندهاش استمراريه ولا على مستوى الماتشات ولا على مستوى الاصابات ولا على مستوى كل شيء. خيسوس 3 ارباع الموسم بيبقى مصاب اصلا ومش موجود معاك. كاي هافرتس شفناه الموسم اللي فات بدا موسم سيء وبعد كده النهايه بشكل كويس، ولكن ده برده مش المهاجم اللي تقدر تعتمد عليه بكل تاكيد. بنسمع كمان اخبار ان ميكيل ميرينو بيخلص مع ارسنال، ولو ميكيل ميرينو جه هيعمل عمق سكواد اكبر لارسنال. يبقى عندك في نص الملعب ديكلان رايس وتوماس بارتي وجورجينيو وميكيل ميرينو ووديجارد، وكمان عندك هافرتس ممكن يلعب في الحته دي، فعندك عمق سكواد كبير كبير. ولكن في التلت الامامي انت عندك عجز، في التلت الامامي بكل تاكيد، انت في التلت الامامي ما عندكش غير تروسارد ومارتينيلي وخيسوس وساكا وهافرتس بيلعب شويه نص وشويه مهاجم، فانت عندك نقص في الحته الهجوميه، سواء بقى بديل لساكا او مهاجم صريح يبقى انت معتمد عليه طول الموسم، يبقى هو يعني في روتيشن ما بينه وبين خيسوس. حاجات كتير عن ارسنال محتاجه نتكلم عنها. عندك المهاجم، محتاج مهاجم بكل تاكيد، ولو قدرت كمان تخلص ميكيل مورينو في نص الملعب هتبقى عملت عمق سكواد كبير جدا ليك طول الموسم، تقدر تنافس بيه على الدوري وعلى دوري الابطال وعلى الاف اي كاب والكرباو كاب وكل البطولات. فانا معجب بارسنال الموسم ده جدا ومتحمس جدا ان انا اشوفهم. نهوا الموسم اللي فات بشكل كويس جدا وكنت معجب بيهم، والموسم ده كمان انا متحمس لهم جدا 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 بفضل ارتيتا والسكواد اللي معاه. نيجي بقى للخيبه الثقيله، نيجي للحبيب ليفربول. ليفربول مش بس بقول لك بقى بيجيب صفقات بقى ويعمل سكواد وبتاع، لا ده بيغير دمه كله. يورجن كلوب بعد ما قعد مع الفريق 9 سنين بيقرر انه يسيب الفريق، وليفربول بيجيب ارني سلوت. ارني سلوت انا شايف في البري سيزون انه مدرب كويس، مدرب مبشر، مدرب عنده افكار وعنده طريقه لعب بيحاول يطبقها وبيحاول يخلي اللعيبه تقدر تلعب بيها، ولكن هل طريقه اللعب دي هيقدر يطبقها باللعيبه اللي موجوده عنده؟ انا مش شايف انه يقدر يطبقها باللعيبه اللي موجوده عنده. انت محتاج اول حاجه لاعب نمره 6 مميز جدا في طلوع بالكوره، وده مش موجود في ليفربول ولا في اندو ولا في جرافنبرخ ولا موجود حتى في جونز ولا في ماكاليستر. فانت بالتالي عايز لاعب نمره 6 دستروير او ريجيستا كويس، بيعرف يقطع الكوره، بيعرف يعمل ادوار نمره 6 وبيقدر يطلع لك بالكوره كويس، لان التكتيك اللي بيعمله أرني سلوت تكتيك كبير او افكار كبيره على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في ليفربول. ده شفناه حتى في بري سيزون، هو لعب ماتش واحد باندو وبعد كده ما جربش اندو تاني، حاول بقى يجرب جرافنبرخ مره، ماكاليستر، جونز، نيوني اللاعب الاسمراني الجميل نص الملعب، اللاعب الصغير في السن، اللاعب اللي انا شايفه مبشر جدا نيوني. هتقول لي طب انت يا عم عندك باشيتيتش وعندك اندو وعندك جونز ممكن يلعبها وعندك ماكاليستر ممكن يلعبها وعندك كمان نيوني ممكن تحتاجه ايه او تستخدمه في خلال الموسم، ولكن اجي اقول لك ان ليفربول لو فضل رقع كده طول الموسم زي الموسم اللي فات مش هيوصل لشيء. والله مش هيوصل لشيء، اصل انت عمال من الموسم اللي فات ترقع في المركز ده بعد ما فابينيو مشي، انت مش عارف تجيب لاعب. الموسم اللي فات تجيب لافيا حلق لك وراح لتشيلسي، طب هجيب كايسيدو وقلت هدفع فيه 110 مليون، راح كايسيدو طلع قال لك لا، ومين قال لك انا عايز اروح ليفربول، انا راح تشيلسي. تيجي الموسم ده تروح لزوبا مندي تقول لي يا معلم انا هقدر افسخ لك العقد بتاعك وهجي لك ومضيك وخلصك من ريال سوسيداد، واللاعب وافق وكل حاجه تمام وكل حاجه لذيذه، فجأة لازم مندي رفض. ليه؟ بيقول لك في اخبار بقى من اسبانيا بتقول لك ان ريال سوسيداد صدرت اللاعب للجمهور ان هو لاعب خاين وعايز يسيب الفريق ومش عارف ايه، فزوبا مندي رجع في كلامه. ليفربول محتاج تدعيمات كتيره، تدعيمات كبيره، انت محتاج مدافع اشول، محتاج باك ليفت، ومحتاج نص ملعب 6، ومحتاج لاعب مهاجم داروين نونيز، ومحتاج وينج ليفت لويس دياز. ده انا مش مقتنع بيه، انا مش مقتنع، وانا شايف ان السنه دي هنشوف جوتا كتير، هنشوف جوتا كتير بفضل التكتيك اللي بيلعب بيه ارني سلوت. مش شايف ان هو يعتمد على نونيز كتير، شايف ان هو لا يعتمد على جوتا افضل، على جوتا هيقدر يخدم المنظومه بتاعه ارني سلوت والافكار بتاعه ارني سلوت افضل من داروين نونيز. المشكله بقى في لويس دياز، انا لويس دياز مش حاسس، مش عارف هيبدا بقى يعمل ايه بقى، الرعشه اللي عنده دي هتفضل ايه، يتعالج بقى ولا نمشيه ولا ايه. طلعت اخبار ان هو هيمشي وليفربول
يكون فاتح لبيعه، ويا ريت يا سلام لو مشيه وتروح تجيب لي مثلا نيكي ويليامز. يا لهوي يا لهوي لو رحت جبت لي نيكي ويليامز يا عم، انا مش هطمح لبعيد. روح جيب لي انتوني جوردن من نيوكاسل، روح جيب لي جوردن، انا موافق يا عم بجوردن، ولكن ما تلعبنيش لويس دياز طول الموسم واشوفه بقى في دوري الابطال واشوفه في الدوري. انا هتعب هتعب والله هتعب بجد. محمد صلاح، انا شايف ان محمد صلاح الموسم ده هينفجر مع ارن سلوت. ارن سلوت بيعمل افكاره او بيبني اللعب كله بفضل ان هو يفضي محمد صلاح، بيعمل كل حاجه في الملعب بفضل ان يحط محمد صلاح واحد على واحد. ارن سلوت بيبحث على نسخه صلاح بتاعه 2017، هو بيبحث عن النسخه دي، النسخه اللي كانت مفيره، اللي لو كان خد دوري الابطال كان خد بكل تأكيد الكره الذهبيه، ولكن ربنا سامح ريال مدريد بقى. فانا شايف ان ارن سلوت السنه دي محمد صلاح هيعمل معاه موسم كبير جدا 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 جدا، ولكن ارن سلوت واداره ليفربول ومايكل ادوارد لو ما قدرش ان هو يجيب صفقات مميزه على مستوى الدفاع وعلى مستوى نص الملعب الموسم ده، يبقى بالتاكيد ارن سلوت وليفربول مش هيروحوا لبعيد، ممكن يروحوا توب فور، بكل تاكيد ممكن يروحوا توب فور، لكن نفسه على دوري بقى ونفسه على تشامبيونز ليج والليله دي كلها، انا مش شايف بصراحه ان طول ما فيش تدعيمات، طول ما فيش طريق تمشي فيه صح، وراح تجيب لي مامارادشفيلي بتاع حارس جورجيا شفناه في اليورو، رحت جبته ماشي صفقه كويسه ده، لكن ده بيبين لي حاجه تانية، ان الاداره دي منفتحه على بيع اليسون. وانا بصوا انا هعمل لكم حلقه خاصه على ليفربول، لكن تعالى نتكلم بقى بسرعه عن استون فيلا. استون فيلا ويوناي ايمري، استون فيلا من الموسم اللي فات انا معجب بيها. استون فيلا بدا الموسم اللي فات كويس جدا جدا جدا، عمل موسم حلو جدا، في خلال الموسم قدر يوقع بقى ارسنال وخده رايح جاي في الاميريتس وفي الفيلا بارك، وقدر يتفوق على سيتي، وقدر يعطل ليفربول، وقدر يعمل كل حاجه، وقدر يتفوق على كل الناس ويطلع توب فور ويوصل للتشامبيونز ليج بعد سنين كتير قوي، تقريبا من سنه 89 ما صعدش تشامبيونز ليج. فالسنه دي بتصعد تشامبيونز ليج، بتجيب صفقات نوعا ما كويسه، انت بتخرج دوغلاس لويز في صفقه غريبه بالنسبه لي، انت خرجت دوغلاس لويز وانت راح تلعب تشامبيونز ليج، خرجت دوغلاس لويز جبت مكانه اونانا من ايفرتون، ودي صفقه كويسه من وجهه نظري. عندك مدافعين كويسين سواء كونسا او مينجز، عندك واتكنز وعندك بيلي، وعندك كمان الوينج ليفت اللي انت جبته روجرز كويس جدا وعمل بري سيزون كويس جدا جدا جدا. فانا شايف ان استون فيلا انت الموسم اللي فات عملت موسم جبار وسقف التوقعات عالي، ولكن انا مش شايف ان سقف التوقعات عالي لدرجه دي تقول لي ايه ان استون فيلا ينافس على الدوري. لا يا معلم، هو يوناي ايمري بتاع فرق اللي شبه اشبيليا، شبه فياريال، شبه استون فيلا، الفرق اللي هي انا مش مطالب مني ان انا انافس على الدوري، مش مطالب مني ان انا انافس على الدوري، وفي نفس الوقت انت مش هتنافس لي على الهبوط او تبقى منتصف جدول. لا يا معلم، انا جايبك عشان توديني كل سنه بطوله اوروبيه، سنه بقى تلعب لي في دوري المؤتمرات، سنه تلعب لي في اليوروبا ليج، سنه تلعب لي في التشامبيونز ليج، انا عايز تعمل كده. لان اوناي ايمري لما اتحط في فريق تحت الضغوطات ان هو ينافس على اللقب وينافس على الدوري ما قدرش يعمل شيء مع ارسنال. فبالتالي استون فيلا انا شايف ان استون فيلا واداره استون فيلا حتى على مستوى تعاقداتها على مستوى طموحاتها ان هي يا معلم اثبت لي في التوب فور، انا راضي، اثبت لي في التوب فور وانا هبقى الحمد لله راضي. ده انا شايفه شيء كويس جدا لاستون فيلا ان هو يبقى في التوب فور، ينافس على مقعد مؤهل لدوري الابطال، يروح مثلا لدوري الابطال يصعد من دور المجموعات ويروح لدور ال 16. ده الجو بتاع استون فيلا وده الجو بتاع يوناي ايمري. انا معجب باستون فيلا وكمان انا متحمس اشوفه، عايز اشوف الفريق ده هيعمل ايه الموسم الجاي. كمان خرجت موسى ديابي وما جبتش حد بداله، فبالتالي انا عايز اشوف بقى استون فيلا ويوناي ايمري دول هيعملوا الموسم الجاي ايه، يعني هتبقى ماشيه على ايه. ولكن انا شايف ان استون فيلا فريق هيبقى رخم قوي الموسم الجاي على مستوى كل الفرق. توتنهام وانجي بوستيكوغلو المدرب الاسترالي الجميل اللي جه الموسم اللي فات بعد 10 جولات قدر يكسب في 8 ماتشات ويتعادل ماتشين بس، قدر في اول 10 جولات يبقى متصدر الدوري، وناس كتير بتقول لك توتنهام يقدر ينافس على الدوري، ولكن بعد الجوله العشرة وقع في ماتش غريب، في ماتش عجيب، ماتش اتطرد منه اودوجي، اتطرد منه روميرو، ماتش اتصاب منه ماديسون، خرج من الماتش يعني واقع منه بتاع 6 7 لعيبه. فجاه لقيت بعد اول 10 جولات في البريمير ليج توتنهام متصدر بينافس على الدوري، ال 10 جولات اللي بعديهم توتنهام خارج التوب فور وبيحاول يعافر مع استون فيلا عشان ياخد مقعد مؤهل لدوري الابطال. شيء غريب من انجي بوستيكوغلو، لكن انا عذره بصراحه. انت كنت عامل موسم جبار وعامل موسم كويس وقدر تنطح الكبار وقدر تكسب ليفربول بماتش ظلم تحكيمي وهنعديه ومش هفتحه تاني، ماشي كسبت ليفربول وقدرت تتعادل مع ماتش دراماتيكي جدا مع مانشستر سيتي
في الاتحاد، وانت كنت داخل بصراحه كنت داخل متخرتع يعني، ما عندكش لعيبه ما عندكش حد والدنيا بايظه، ولكن قدرت تتعادل سيتي. فبالتالي انا شايف ان انجي بيستوكوجلو الموسم اللي فات عمل موسم كويس، والموسم ده هو برده داخل الموسم ما عملش غير صفقه واحده بس، وهي سولانكي. جاب سولانكي ب 65 مليون، رحت جبت سولانكي ده احنا كنا بنضرب بالشبشب عندنا في ليفربول، بالشبشب في ليفربول، دفعت فيه 65 مليون زي لبورموث. انا مش فاهم، انا مش فاهم بجد. كنت روح ادفع يا عم ال 65 مليون دول في توني، كنت هبقى متفهم. روح ادفع يا عم ال 65 دول يعني، زود عليهم كمان 20 30 مليون وروح خلص في اوسيمان. لكن تتخلص لي في سولانكي ب 65 مليون؟ مش عارف، ممكن يكون انجي بيستوكوجلو عنده افكار معينه، شايف ان سولانكي ده مهاجم جبار هينفجر معاه. لازم نشوف، لازم نشوف مع انجي بيستوكوجلو المجنون ده. مدرب مجنون، مدرب افكاره بتعجبني جدا، مدرب طريقه لعبه بتعجبني جدا. بتشوف ماتشاته تقريبا توتنهام معظم ماتشاتها الموسم اللي فات كانت ممتعه، وناس كلها بتتفرج على توتنهام عشان تستمتع. كنت بجيب بقى لعيبه في الفانتازي عشان الهجوم والمدافعين اللي بيعملوا ران وبتاعه، كنت يعني فريق جبار الموسم اللي فات. الموسم اللي ده انا شايف ان هو انجي بيستوكوجلو حط رجله اكتر في الدوري، عارف بقى يعني نوعا ما المفروض يتعلم من اخطائه بتاعت الموسم اللي فات، سواء قدام التوب 6 الفرق الكبيره او قدام الفرق الصغيره، المفروض يتعلم من اخطائه. المفروض يا معلم انت مش كل ماتش تبقى فاتح الملعب ويلا بينا ويلا نروح ويلا نجيب ويلا نكسب ويلا نعمل. لا يا باشا، في ماتشات وفي اوقات لازم تقفل ملعبك، في ماتشات وفي اوقات لازم ترجع خطوتين لورا وتهدى وترسى وتلعب على التحولات. مش كل الماتش لازم تبقى بتهاجم بتهاجم بتهاجم. انجي بيستوكوجلو هيعمل موسم جبار مع توتنهام. توتنهام بيلعب في اليوروبا ليج، وده حاجه كويسه لانجي بيستوكوجلو، لان الموسم اللي فات انجي بيستوكوجلو كانش بيلعب في ماتشات تقريبا مؤهله لل ولا اي بطوله اوروبيه، كانش بيلعب بطوله اوروبيه، كان بيلعب بس دوري. فالسنه دي زاد عليه كمان اليوروبا ليج، بتبقى مرهقه اكتر، بتبقى متعبه اكتر مع الدوري. فانت هتشوف بقى هل سكواد توتنهام يقدر يتحمل البطولتين ولا هيقع في واحده منهم. ده هنشوفه في خلال الموسم مع توتنهام وانجي بيستوكوجلو. فريق المليار، المليار اللي انقذه 46 مليون يورو بس، تشيلسي. تشيلسي الفريق اللي انا بجد 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 انا مش فاهم، بجد انا مش فاهم. بيقول لك ان صفقه بيدرو نيتو اللي جت في خلال من يومين كده مع تشيلسي، ان دي الصفقه رقم 35 في عهد توت بويلي. انت مستوعب 35 في تقريبا في موسمين؟ ايه ده؟ ده ليفربول تقريبا من 2018، يعني من 2018 ل 2017 لحد النهارده عمل 35 صفقه، ممكن اقل كمان. فانت في موسمين عملت 35 صفقه، لو كمان السكواد بتاعك فيه 41 لاعب، مين المدرب اللي يدرب 41 لاعب دول يقدر يطلع منهم سكواد ويلعب بقى ايه ده بجد؟ تشيلسي بتفكر ازاي؟ وحتى في صفقاتهم انت ما تعرفش هم بيدوروا على ايه. يعني مره يروح يجيب لاعب نص ملعب، مهاجم، مدافع، حارس مرمى، عندهم 8 حراس مرمى، داخل الموسم ب 8 حراس مرمى. طب ايه يا معلم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي لاعب جاي، ايه ده اللاعب ده؟ والله جميل، اقتله جيبه. ايه ايه يا باشا؟ في ايه يابا؟ اهدى اهدى، انت الولد لازم يهدى بصراحه، يعني توت بوي لازم يهدى. مش اي لاعب تجيبه ولسه هيجيب اوسيمان، يعني لسه هيجيب كمان اوسيمان، يبقى عنده بقى جاكسون واوسيمان ونيكونكو ومدويكي وتشيكوميكا وبالمر، وفي نص الملعب عنده كايسيدو ولافيا وينزو فرنانديز يابا انت عندك زربيح زربيح. وانا شايف وحاسس وعارف ارون ماريسكا مش هيكمل مع تشيلسي. ارون ماريسكا عمل موسم كويس مع ليستر سيتي الموسم اللي فات، وقدر ياخد بيه الشامبيونشيب ويصعد بيه تاني للبريمير ليج، ده شيء كويس. مدرب كان تلميذ بيب جوارديولا، ولكن انا كنت شايف ان ارون ماريسكا ممكن يقعد كمان موسم مع ليستر سيتي في البريمير ليج، ياخد خبرات اكبر، بعد كده يروح فريق كبير. ولكن انت رحت فريق كبير، بفريق كبير قوي بقى، فريق كبير قوي مش على مستوى التاريخ، لا فريق كبير قوي على مستوى اللعيبه وعلى مستوى كل شيء. انا معايا 41 لاعب، ايه ده؟ انا مش مستوعب مين المدرب العاقل اللي يدرب 41 لاعب ده. الموسم اللي فات انت ما كنتش كويس، كان شكلك مش كويس، واللي انقذك هو كول بالمر اللي مساهم في 22 جول. كول بالمر مساهم معاك في 22 جول، فاللاعب ده لولا انت كنت زمانك مثلا في مركز 10 12 13 بتنافس على الهبوط، لو اعلم. كول بالمر جالك من السما 46 مليون، خدهم بيب جوارديولا واداك لاعب هديه، خلاك تصعد، خلاك تلعب الموسم الجاي في بطوله اوروبيه. وتشيلسي عنده الموسم الجاي حاجه كده تاريخيه، ان تشيلسي لو قدر ياخد دوري المؤتمرات هيبقى الفريق الانجليزي الوحيد في التاريخ اللي قدر ياخد كل البطولات الاوروبيه، خد الشامبيونز ليج، خد يوروبا ليج، ولو خد دوري مؤتمرات. انا عارف اللي هو انجاز غريب، وانجاز اللي هو دوري مؤتمرات ايه يا معلم اللي هفرح بيه، وايه الانجاز اللي هفرح بيه دون، ولكن ده انجاز ممكن ارون ماريسكا يبني عليه. ولكن انا شايف ان ارون ماريسكا اصلا داخل يعني قرب ان هو يخش في مشاكل مع الاداره،
انا ده شايفه. فارون ماريسكا حاسس ان هو مش هكمل الموسم اللي فات بعد ما بقيت خلاص في اخر الموسم بقى عندك شويه شكل ونوعا ما موريسيو بوتشيتينو هيحاول يعمل لك هويه وشكل مع الفريق، فجاه بتلاقي بوتشيتينو بيمشي وبتجيب ارون ماريسكا مدرب جديد. غيرت كام مدرب تقريبا في عهد توت بويلي، اربع مدربين بعد ما جه توماس توخيل مشي، جاب جرام بوتر ما نجحش، مشى جاب فرانك لامبرد جابه مؤقت 6 شهور ما نجحش، بعدين مشى جاب بوتشيتينو ما نجحش، ودلوقتي رايح يجيب ارون ماريسكا. انا مش عارف هل تشيلسي هيقدر يعمل حاجه الموسم الجاي. انا شايف ان هي بقى فرصته ان هو ياخد بقى دوري المؤتمرات عشان يصعد يوروبا ليج السنه الجايه، لان انا مش شايف ان في ظل صفقات توتنهام، في ظل صفقات استون فيلا ومستوى استون فيلا وصفقات يونايتد اللي ممكن يعمل مفاجاه السنه دي وصفقات نيوكاسل والدنيا نيوكاسل الجميله، تشيلسي حاسس ان هو هيروح يعني هينزل على جدر رقبته بالحاجات الغريبه اللي بيقعد يعملها مع ارول يعني مع توت بويلي. بصراحه تشيلسي عجيب وغريب بالنسبه لي وانا مش فاهمه، ده الفريق بجد الوحيد اللي مش فاهمه على مستوى العالم كله. الماكبايز نيوكاسل، نيوكاسل الموسم اللي فات عمل موسم، هو الموسم اللي فات هو اللي وقعه او اللي خلاه مش افضل شيء دوري الابطال، وانا متفهم. الموسم اللي فات نيوكاسل هو وقع بسبب تفاصيل صغيره قوي، وانا شايف ان هو وقع بسبب عمق السكواد الضعيف جدا مع ايدي هاو. عمق السكواد بتاعه ما كانش مساعد اللي هو يلعب في دوري الابطال ويلعب في دوري الانجليزي، لان في دوري الابطال انت كنت سبحان الله بقالك سنين كتير قوي غايب على التشامبيونز ليج، ويوم ما ترجع في مجموعه الموت، مجموعه بتضم باريس ودورتموند وميلان، مجموعه الموت، وانت بتروح بتعمل يعني في ماتش ضد باريس سان جيرمان على ملعبك بتنفضوا كوره وبتكسب 4-1 وبتروح تتعادل مع ميلان في سان سيرو، ولكن بتخسر من دورتموند رايح جاي، انت كده ايه هو كده. ولكن انا شايف ان الموسم ده شايف ان الفريق ممكن يبقى افضل، الفريق يفضل يبقى شكله افضل، لان الموسم اللي فات كمان انت بجانب الاصابات وبجانب الدنيا اللي باظت عندك انت اتضربت في نص الموسم ضربه قويه بعد ما رحت صرفت فلوس كتير قوي في تونالي من ميلان وجبته، فجاه بتلاقي تونالي توقف لك 10 شهور، فتونالي لما يرجع الموسم ده بكل تاكيد هيفيد. مع رجوع تونالي اللي ريح لك كمان الموسم ده وما راحش اليورو مع ايطاليا مع وجود بقى برونو جيماريش، تعرفش بوتمان هيرجع امتى، لكن بوتمان لما يرجع يبقى كويس جدا. وفي اخبار كمان ان مارك جويهي المدافع المميز جدا بتاع انجلترا وبتاع كريستال بالاس بنسبه كبيره بيخلص فيه نيوكاسل، مع بقى انفجار ايزاك اللي كان مريح لك برده، مع جوردون، مع هاربي بارنز اللي رجع لك، الناس دي كلها هترجع هتفيدك جدا في المنظومه. انت الموسم اللي فات وقعت، انت الموسم اللي فات في اول الموسم انت اتضربت من استون فيلا 5-0، ولكن انت بعد ال 5-0 انت كنت كويس، انت مشيت كويس وكنت بتفضل بشكلك كويس وكنت بتنطح وعملت ماتش كويس ضد سيتي وعملت ماتش كويس ضد مثلا ليفربول ضد ارسنال، عملت موسم كويس، ولكن انت الخبطات اللي جت ورا بعدها هي اللي هبطتك، هي اللي خلتك بتبقى في المركز السابع، ودي انا شايفها نوعا ما ميزه لنيوكاسل. نيوكاسل السنه الجايه ما عندوش غير الدوري، انت ما عندكش غير الدوري يا معلم، كل ماتش عندكش غير ماتش في الاسبوع، كل اسبوع عندك ماتش، العب بقى الماتش ده في الاسبوع وورينا هتعمل ايه مع فطاح البريمير ليج. وانا شايف ان نيوكاسل الموسم الجاي هيعمل موسم كبير جدا. اخر فريق معانا وهو مانشستر يونايتد. يونايتد مع إيريك تين هاج تحس ان الفريق ده والله منحوس، الفريق ده تحس ان هو ايه مثلا معمول له عمل في حاجه غلط، ان الفريق يروح يجيب صفقات في الدفاع ولين يورو وبتاع وبرده الدفاع هو ايه ده هو، ولكن دلوقتي بقى ابتدى يعدل، ابتدى يظبط، راح دفع لك 70 مليون في ديليخت ومزراوي، جاب الاثنين خلاص رسمي، جاب الاثنين، طلع ارون بيساكا لويست هام وجاب بداله مزراوي مع دالو في الباك اليمين يبقى كويس جدا، شو مع مالاسيا الباك الشمال يبقى كويس جدا. الموسم اللي فات انت كان شكلك وحش لان انت دخلت نفسك في مشاكل ودخلت نفسك في صراعات والاصابات برضو، بس انت اصلا بدات الموسم اصلا في اول ماتش ضد ولفرهامبتون شكلك وحش، كنت سيء، كنت مترنح، انت مش واقف على الارض صلبه. بعد الموسم اللي قبل اللي فات اللي انت عملته وكنت كويس، كنت شكلك حلو، كنت شكلك جميل، ولكن دخلت الموسم اللي فات شكلك سيء. الناس كلها كانت بتقول لك بعد الموسم اللي انت عملته في اول موسم ليك مع مانشستر يونايتد انت الموسم الثاني هتبقى خلاص بتنافس على الدوري، لكن اللي شفناه كان غير كده خالص، كان غير كده تماما، فبالتالي انت شكلك سيء، فخرجت بره التوب 4 وخرجت بره التوب 5 وخرجت بره التوب 6 وخرجت بره التوب 7 وبالثامن، فانت يا باشا عملت الموسم سيء جدا وكنت محتاج صفقات ومحتاج حاجات كتير ما ادريش تعملها في يناير، ولكن قدرت تعملها الموسم دون وخلاص الموسم ده رجع لك بقى لاعبين كتير، عندك ليساندرو، ليتشي مارتينيز رجع، عندك لوك شو موجود، جبت كمان دي ليخت هيفيدك جدا في المنظومه الدفاعيه، بس انت محتاج لاعب نمره 6 بدل كاسيميرو، لان انا شايف ان كاسيميرو خلاص بطلها، ريح كاسي، لازم تجيب لاعب نمره 6. ناس بتتكلم على ديونج، ناس بتتكلم على اوجارتي اللي صفقته وقفت، وناس بتتكلم برده اللي هو خلاص بيخلص في اوجارتي، عندك بعض المشاكل الهجوميه اللي انت ممكن تواجهها خلال الموسم، انتوني مش افضل شيء،
راشفورد ما تعرفش مزاجه جايبه يعمل ايه الموسم ده، وانا هلعب كوره ولا مش هلعب كوره. هويلاند اتصاب، زيركيزي عمل صفقه زيركيزي وكانت كويسه جدا زيركيزي، بس ما تعرفش برده هل هيقدر يعمل ايه الموسم ده، هل هيبقى كويس يقدر يعمل شكل كويس مع يونايتد في البريمير ليج. الكالشيو غير البريمير ليج، ضغوطات بولونيا غير ضغوطات يونايتد، فما تعرفش زيركيزي يبقى كويس ولا كل ده لازم تشوفهم. ولكن انا متفائل بيونايتد الموسم ده. إريك تين هاج ما عملش مشاكل، عامل صلح مع الكل، قعد سانشو، دنيا جميله، دنيا لذيذه، الناس كلها حبي، الناس كلها مميزه، الناس كلها بتحب بعض يعني وبتاع. فانا شايف ان يونايتد الموسم ده يعمل موسم افضل من الموسم اللي فات، لان الموسم اللي فات كان سيء جدا، كان سيء قوي قوي قوي. بس لازم يجيب صفقات، لازم نقعد نمره 6، لان ماينو لو لعبت ماينو في المنطقه دي تبقى بصراحه بتحبس ماينو، لان ماينو لعب نمره 8، نمره 8 هيفيدك سواء على التسديد، على مستوى التسديدات من بعيد، او على مستوى الاختراق، او على مستوى البول كنترول، او على مستوى التمريرات، على مستوى كل شيء. فانت ماينو لازم تلعب بيه لعب نمره 8 مش لعب نمره 6، فلازم لا تجيب لعب نمره 6. فانت دعمت الدفاع خلاص تمام، ده 4 نص الملعب والمهاجمين. فانا شايف ان يونايتد مستبشر له خير الموسم ده في البريمير ليج. نيجي بقى للتوقعات. التوقعات مركز 8 من وجهه نظر انا، ومش عايز حد يزعل مني، هو تشيلسي. تشيلسي بصفقاته، بتفكير ادارته، بالمدرب الجديد، بالدنيا البايظه دي كلها، انا شايف ان هيبقى مركز 8. انا شايف بقى على قد ما هو برده الفريق ده هيعمل موسم كويس، والفريق ده هيبقى شكله كويس، والفريق ده هيعمل ماتشات كويسه، ولكن انا شايف ان هو ولا يرتقي ان هو يلعب في ممكن يعني يحق في دوري المؤتمرات، ولكن مش هيوصل ولا يوروبا ليج ولا تشامبيونز ليج. انا شايف ان في المركز السابع هيفضل زي ما هو، هو نيوكاسل مع ايدي هاو. مركز سادس، وده بقى الفريق اللي من وجهه نظري هو يبقى كويس برضو الموسم ده، ولكن اللعب في بطولتين كبار هيأثروا عليه، وهو أستون فيلا. أستون فيلا ماشي معاه مدرب كويس ولسه مجدد له، ومعاه فريق كويس ومعسكر كويس كل الكلام ده، ولكن أنا شايف زي ما حصل كده مع نيوكاسل الموسم اللي فات، هو الموسم ده اللي هيحصل مع أستون فيلا. لعب في دوري الأبطال واحتكاك دوري الأبطال مع نظامه الجديد والدوري الإنجليزي يبقى عبين جدا على أستون فيلا ويوناي إمري، فأنا شايف في المركز السادس هيكون أستون فيلا. المركز الخامس هيكون صراع ما بين فريقين، هيكون صراع ما بين يونايتد وتوتنهام. مين هيبقى خامس، مين هيبقى رابع؟ أنا بصراحة محتار جدا، مش عارف أتوقع مين هيبقى تامن، مين هيبقى قصدي رابع، ومين هيبقى خامس. هيبقى موسم صعب جدا، ولكن أنا شايف إن في المركز الخامس هيكون توتنهام. المركز الرابع طبعا هيكون مانشستر يونايتد مع تين هاج بالصفقات الجديده بالدنيا الجديده كلها، هيقدر يصعد للتشامبيونز ليج السنه الجايه. مركز ثالث، المركز الثالث الثلاثه الاول طبعا عرفتوا هما مين، سيتي وارسنال وليفربول. المركز الثالث انا شايف ان الفريق اللي يقدر يلعب او يقدر يزاحم على اللقب ويحاول ينافس من بعيد لبعيد هو ليفربول، يبقى في المركز الثالث. ليفربول ممكن ما يجيبش صفقات، ممكن موسم الانتقالات ينتهي وما نجيبش لاعب نمره 6، ولكن شايف مع ارن سلوت، مع حماس اللعيبه، مع اللعيبه عايز تثبت نفسها مع المدرب الجديد، شايف ان ليفربول يقدر يخلص في المركز الثالث ويفضل موجود في التوب 4. الثاني والاول بقى دول بقى اللي هيحسمهم الدنيا كلها. الثاني والاول انا شايف بصراحه ان بطل الدوري السنه دي هيكون ارسنال. ارسنال خلاص، سيتي يبقى مركز ثاني، ارسنال يبقى مركز اول وبطل الدوري خلاص بقى. انت الموسم اللي قبل اللي فات ما كنتش اصلا مرشح ان انت تنافس، ونافست ورحت لبعيد وخسرت الدوري في اخر 5 جولات. الموسم اللي فات بقيت انت خلاص بقيت مرشح من منافسين، وبتجيب صفقات وبتجيب لعيبه بتغطي نواقصك وبتوصل لاخر يوم في الدوري وما تاخدش برده الدوري، ولكن السنه دي خلاص بقى جبت صفقاتك، ظبطت نواقصك، ظبطت دنيتك، اللهم بس مهاجم، واقدر اقول لك ان ارسنال يبقى بطل الدوري ومانشستر سيتي هو يبقى في المركز الثاني. بس يا سيدي دي كانت توقعاتنا لبطل البريمير ليج والثمانيه الاوائل البريمير ليج الموسم ده. قول رايك انت وتوقعاتك في الكومنتس لاول 8 فرق في الدوري، وقول لي كمان توقعاتك الفرقه دي هتعمل ايه في خلال الموسم. ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول ما تنزل على طول، لان الموسم خلاص هيبدا والحلقات هتفضل تنزل طول الاسبوع باذن الله. وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقوهم في الديسكريبشن تحت. وكان معاكم مصطفى، ودي قهوه التحليل. سلام.